دوما تختنق، عشرات الشهداء ومئات حالات الاختناق جراء استهداف قوات النظام للمدينة بالغازات السامة. أمريكا تتحدث عن احتمالية استخدام السلاح الكيماوي في دوما، والنظام ينفي استخدامه ويصف ما حدث بالمسرحية. تنظيم الدولة يسيطر على عدة مناطق شرقية سوريا، وميليشيات تابعة لإيران تعلن بدء عمليات ضد قوات التحالف الدولي. ارتكبت قوات النظام مجزرة جديدة بالغازات السامة المحرمة دوليا على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين، بينما تستمر فرق الدفاع المدني بإخراج الضحايا من داخل المنازل والأقبية. المزيد في سياق هذا التقرير. هجوم كيماوي على الغوطة الشرقية بالغازات المحرمة دوليا يوقع مئات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين، جلهم من النساء والأطفال ممن كانوا يختبئون في الأقبية هربا من الموت جراء القصف. الله أكبر، مدينة دوما. هو ليس الهجوم الأول من نوعه، سيما أن نظام الأسد لم يجد طيلة سنوات الثورة السورية من قبل المجتمع الدولي سوى الوعيد والتنديد. هيدي عم يغنجون هلأ شوي هيك، يعني مقبلات نسميها نحن، عرفتوا؟ ايه عم يعملون شوية مقبلات هيك حتى ما يتفاجأوا باللي راح يشوفوه بعد شوي. هنا مراسل قناة المنار قبل مجزرة الكيماوي يخرج ضاحكا مستهزئا بما يحدث في دوما، ممجدا قصف النظام وروسيا للمدنيين ومتوعدا بالمزيد، لتأتي بعد ذلك الغارات بالغازات السامة على مدينة دوما. الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية اللذين يعملان في مناطق المعارضة قالا إن أعداد الشهداء والجرحى كبيرة جدا، وهنالك مخاوف من تفاقم الأعداد فيما يستمر البحث عن ضحايا آخرين في الأبنية والأقبية. الناشطون أكدوا أن أعداد الضحايا تجاوزت 180 شهيداً و1000 مصاب بسبب الغارات على المدينة، والتي وصلت إلى أكثر من 400 غارة، بينها غارات محملة بغاز الكلور السام و70 برميلاً متفجراً من الطيران المروحي. جيش الإسلام قال إن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر لروسيا وقوات النظام لارتكاب الجرائم في مدينة دوما، بينما تستمر المفاوضات مع الجانب الروسي ولم تتوقف، إلا أن الروس وبحسب المتحدث باسم جيش الإسلام يعرضون في ظل صمت المجتمع الدولي بنودا مفادها الاستسلام وتسليم المنطقة، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تتوقف وأنهم يسعون لإيقاف هذه المجازر. لكن اللجنة المدنية للمفاوضات في دوما أعلنت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الروسي واستئناف المفاوضات. وبين تصريحات دولية ومفاوضات مستمرة لا ترتقي لمستوى الدماء التي تسيل في سوريا ولا تساوي ثمن الحبر الذي توقع به، يبقى الأهالي هم الضحايا الوحيدون الذين يدفعون فاتورة الدم والموت، منتظرين قرارات تطبق لا تقال ضمن المحافل والاجتماعات الدولية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ نضال الشيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا. أهلا بك سيد نضال. بداية، مئات الشهداء والجرحى جراء غارات جوية بالغازات السامة، هل استطعتم تحديد نوع هذه الغازات؟ تحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين. في الواقع نحن علميا لا نملك مخابر داخل سوريا لتحديد نوع المادة، يعني اليوم عندما تريد أن تنوه عن نوع المادة يجب أن يكون هناك تقرير صادر عن مخبر مختص لتحليل هذه المواد، وبالتالي نحن في سوريا لا نملك هذه المختبرات. أعود للسؤال، الإجابة من منطلق آخر، هناك الأعراض التي شوهدت
على المصابين. طبعا وبعد الحديث المطول مع الأطباء الذين عالجوا الحالات تبين بأن الإصابات مجمل الإصابات يعني تشكو الأعراض تبدو بأن هناك حدقات دبوسية، هناك زرقة عامرة في الوجه، هناك شلل تام للجهاز العصبي، وذلك يدل على أن المادة المستخدمة تحوي على غاز الأعصاب. العدد الهائل من الضحايا التي يعني عرضتها الصور التي نشاهدها على شاشات التلفزي، كل هذه تدل على أن هناك غاز أعصاب استخدم إن كان ممزوج مع غاز آخر رغم وجود رائحة الفلور في المكان. وبالتالي أيضا مقارنة مع ضربة الغوطة الشرقية في عام جرد الغوطة الشرقية في عام 2013 هنا مجزرة خان شيخ ورسبة الأعراض التي تكون مطابقة بنسبة عالية، وذلك يدل على أن مواد يعني تنتمي إلى غاز الأعصاب قد استخدمت في المجزرة الشنيعة التي رأيناها يوم أمس. طيب يعني الكاتب الصحفي أحمد كامل قال في مداخلة سابقة مع قناة حلب اليوم إن عينات وصلت إلى بريطانيا، كيف وصلت وما الذي يمكن أن تفعله دول الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الأمر؟ أنا في الحقيقة يعني كمنطلق مؤسساتي لا أعتقد، لا أستطيع أن أجزم أن بريطانيا استلمت عينات أم لا، وأنا أجزم أيضا بأن من عليه استلام هذه العينات هو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق بعثة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس الأمن والعاملة حتى الآن على كشف كل هذه الحقائق والجرائم المرتكبة بالأسلحة الكيميائية. اليوم هذه العينات يعني للأسف قد خرج سابقا العديد من العينات التي أبادت الشعب السوري بالأسلحة يعني بالذخائر الكيميائية، وقد استلمتها الدول واستفادت منها هذه الدول لتوفير ملايين الدولارات على مراكز البحوث والدراسات وليست لقضية الشعب السوري. أنا أتحدث عن تسليم عينات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي من شأنها تقنيا أن تنقل هذه المعاناة إلى 192 دولة هم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي إلى إشارة إلى رسالة إلى مجلس الأمن لتوضيح معالم هذه الجرائم وإحالة هذه العينات إلى المختبرات الكهروتقنية المختصة بتحليل العينات وكشف ماهية المواد. السيد نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا، شكرا جزيلا لك. توالت التصريحات المحلية والدولية عقب قصف دوما بالغازات الكيماوية من قبل النظام، تصريحات لاقت بحد ذاتها انتقادات واسعة بسبب اكتفاء المجتمع الدولي وانشغاله بها عن تقديم أي حلول لإيقاف جرائم النظام في سوريا. فقد تحدثت أمريكا عن احتمالية استخدام السلاح الكيماوي في دوما، في حين نفى النظام استخدامه للسلاح الكيماوي ووصف ما حدث بالمسرحية على حد قوله. ربما أصبحت التصريحات المحلية والدولية حول سوريا اعتيادية وباردة لدرجة أنه وفور وقوع كل مجزرة أو حدث عظيم كالقصف بالكيماوي، فإن المتبادر إلى أذهان السوريين هو تدرج التصريحات والبيانات والاستنكارات الموصوفة بالفارغة والمنتهية أصلا بالاصطدام ذيتما في مجلس الأمن الدولي. عقب كيماوي النظام الأخير على دوما والذي خلف مئات الشهداء وحالات الاختناق الحادة، أصدرت الولايات المتحدة كعادتها إدانة جديدة للواقعة على لسان ناطقة باسم وزارة خارجيتها هيذر نويرت، مجددة أيضا قولها بأنه يجب محاسبة الأسد وداعميه وأن أي هجمات أخرى يجب أن تمنع حسب تعبيرها، واصفة الجريمة بالمروعة.
وكدلالة على ما تعنى به تلك الدول بالنسبة لأوضاع الشرق الأوسط وفق محللين، فإن أمريكا اغتنمت المناسبة لتحمل نظيرتها روسيا مسؤولية الهجمات الوحشية بسبب دعمها للأسد، مضيفة أن روسيا أخلت بالتزاماتها كجهة ضامنة أمام الأمم المتحدة، وطالبتها في الوقت ذاته بالمساهمة في منع انتشار الأسلحة ومنع الهجمات الكيماوية. الائتلاف الوطني السوري بدوره حمل روسيا ونظام الأسد مسؤولية مجزرة الكيماوي في دوما، ودعا في بيان له الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا للتحرك لضرب معسكرات النظام ومطاراته وحماية الأمن والسلم الدوليين ونقل ملف جرائم نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف العدوان على دوما وحماية المدنيين. وضمن حلقات مسلسل ردود الأفعال الموصوفة بالكاذبة للنظام عقب ارتكابه كل جريمة، فقد نفى الهجوم الكيماوي متهماً بفبركة الحادثة بغية اتهامه بها، غير آبهم بكل الأدلة وتوثيقات ضده مع وجود الفيتو الروسي المشارك له في جميع جرائمه كما يقول مطلعون. ولمناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا من الأردن المحلل العسكري اللواء فايز الدويري. أهلا بك سيادة اللواء. بداية، يبدو أن النظام لا يزال يمتلك غاز الأعصاب، والذي بسببه في عام 2013 تم سحب هذا السلاح منه. من أين تحصل النظام على هذا السلاح؟ أنا تحدثت في عام 2013 والتسجيلات موجودة، وقلت النظام لن يسلم كافة المخزونات. نعم. وبالتالي أنا كان لدي القناعة المطلقة بأن النظام سيبقي على قسم من مستودعاته. كانت المستودعات موزعة في 4 محافظات من شرق حلب في البحوث العلمية إلى اللاذقية إلى حمص إلى، وبالتالي كان لديه مستودعات سرية لم يكشف عنها، واحتفظ بجزء من مخزوناته واستخدمها مرات عدة. نعم. من خلال معتمدا على الغطاء الروسي الذي اتخذ قرار الفيتو تقريبا 13 مرة لصالح النظام، وأوقف عمل لجان التحقيق العائدة إلى الوكالة الدولية. وبالتالي النظام كما يقال من يخشى العقاب يسيء التصرف والأدب. نعم، من يأمن العقاب يسيء التصرف. الآن ما إمكانية إذن توجيه ضربة عسكرية للنظام خارج نطاق مجلس الأمن وتعطيله من قبل الفيتو الروسي كما تعلم؟ هذا يعتمد على ردة الفعل لدى ترامب ولدى الرئيس الفرنسي ماكرون، كلاهما هدد، لكن هل هذا التهديد حقيقي؟ أخشى أن يكون على غرار تهديد أوباما في عام 2013 واكتفى بمصادرة أداة الجريمة وأطلاق يد الجاني المجرم، أو على غرار مطار الشعيرات عندما كان رد الفعل ليس أكثر من الدر الرباط. طيب سيادة اللواء، يعني بالنظر إلى ردود الأفعال الآن بعد استخدام غاز السارين وكل هذه الصور القاسية التي تتوارد الآن، وقبل أسبوعين فقط كانت فرنسا تتوعد باستهداف نظام الأسد عسكريا في حال ثبت أنه هو من استخدم السلاح الكيماوي، وكذلك بريطانيا، ألا ترى بالفعل أن ردود الفعل باردة بالنسبة لما جرى في دوما أمس واليوم؟ أنا كتبت هذا الصباح عبر صفحتي وعبر تويتر، وقلت من أجل عميل مزدوج تم إصابته بغاز الأعصاب قامت الدنيا ولم تقعد. نعم. ولكن قتل نساء وأطفال دوما ليس أكثر من خبر عاجل، والسبب يعود، اعتبرت أن زعماء العالم هم زعماء كأنهم رؤساء عصابات مافيا أكثر منها مسؤولين سياسيين، ليجب أن يكون لديهم العديد من المرتكزات الأخلاقية. جاء
جميعهم يتحدث عن حقوق الإنسان، جميعهم يتحدث عن الديمقراطية، ولكن الدم السوري استبيح بسبب أن هذه الزعامات لا تنظر إلى حرمة وقدسية الدم السوري. طيب سيادة اللواء، بالنظر إلى رد النظام على استخدام السلاح الكيماوي، نفى بشكل قاطع وبل وصفها بالمسرحية أيضا مستهزئا، كيف تنظر إلى رد النظام؟ إذا أردت أن تعرف الشيء الصحيح دائما خذ عكس تصريحات النظام السوري والنظام الروسي. إذا تحدث النظام السوري باتجاه فاعلم أنه كاذب، وعكس الكلام هو الصحيح. ولكن كما قلت لك، من أمن العقاب أساء الأدب. أشكرك جزيل الشكر من الأردن المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. نظم ناشطون في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي وقفة تضامنية مع مدينة دوما في الغوطة الشرقية نتيجة ما تتعرض له من القصف بالغازات السامة، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف القصف على المدينة. يا دوما حنا معاك للموت، يا دوما حنا رجالك حتى الموت، يا دوما حنا رجالك حتى الموت. عين السكابة على شهداء سوريا وشبابا، نبديك يا دوما بالروح بالدم، نبديك يا دوما بالروح بالدم. خرجنا اليوم نحن كثوار ونشطاء ريف حلب الشمالي في مدينة إعزاز في هذه الوقفة الاحتجاجية تنديدا في مجزرة الكيماوي اللي ارتكبتها قوات النظام في مدينة دوما باستهدافها في الغازات السامة. نحن من طالب المجتمع الدولي في التحرك لإيقاف هذه المجازر في حق أهلنا في مدينة دوما، الضغط على النظام، الضغط على روسيا من أجل إيقاف المجازر في حق المدنيين. يا الله يا الله تحمي دوما يا الله. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. أبو كرمو ستيني يواصل عمله في صناعة السكاكين والمناجل الحديدية شمال حمص رغم التحديات والصعوبات. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ثبتنا في أرضنا، اللهم لا تهجرنا. يريدون تهجيرنا حتى أن المهجرين لا يقبلون أن يكونوا مدنيين، يريدون أن يلصقوا فيهم تهمة المسلحين. نحن نرفض، نحن المدنيين نريد أن نتهجر من هذه المجازر الوحشية. المدنيين نريد أن نتهجر ولا نريد أن نكون عند هذا النظام المجرم، نظام مجرم لن نقبل به. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر إعلامية إن عناصر تنظيم الدولة تمكنوا من فرض السيطرة على عدة مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، فيما أعلنت ميليشيا لواء الباقر التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت بدء العمليات العسكرية ضد قوات التحالف الدولي شرق سوريا. التقرير التالي والتفاصيل. المعارك شرق سوريا يبدو أنها لن تشهد نهاية قريبة، على الرغم من أن الأطراف الدولية المعنية بمحاربة تنظيم الدولة أعلنت ذلك. التنظيم الذي صعد من عملياته العسكرية في مناطق شرق سوريا استطاع فرض سيطرته بحسب مصادر إعلامية على مناطق واسعة في البادية السورية، وذكرت المصادر أن عناصره فرضوا سيطرتهم على منطقة السبع بيهار وحاج الضاضة في البادية بعد انسحاب قوات النظام من مواقعها دون أي قتال في محاولة من التنظيم للوصول إلى منطقة المحسة شرقي قريتين. لم تقتصر عمليات تنظيم الدولة على البادية السورية، بل تعدتها إلى ريف دير الزور الشرقي
حيث تحدثت مصادر محلية عن عمليات استهدف من خلالها تنظيم مواقع لواء القدس التابع للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف ديرزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر الميليشيا. تقدم تنظيم الدولة شرق سوريا يأتي بعد ورود معلومات عن نية الفصائل المدعومة أمريكيا في البادية بدء عمل عسكري واسع بهدف السيطرة على مساحات تصل إلى حدود محافظة دير الزور في محاولة لإعادة المنطقة إلى طاولة تجاذبات دولية بحسب خبراء عسكريين. ويأتي تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لتنظيم الدولة في وقت تتحدث فيه الولايات المتحدة عن ربط وجود قواتها في سوريا بالقضاء نهائياً على التنظيم، ليؤكد بعدها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن العسكريين الأمريكيين يتحدثون إلى شركائهم الأكراد وغيرهم في سوريا لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلد. وفي الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لانسحابها من سوريا، خرج إلى العلن تصريح لميليشيا لواء الباقر المدعوم إيرانيا الذي أعلن فيه بدء العمليات العسكرية ضد قوات التحالف الدولي شرق سوريا. ويتساءل سوريون عن أسباب تصاعد عمليات تنظيم الدولة على الرغم من محاصرة ما تبقى منه في جيوب صغيرة في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق. دعا جيش تحرير الشام التابع للجيش السوري الحر في منطقة القلمون، دعا الأمم المتحدة لإرسال قوات فصل إلى سوريا. أفاد الجيش في بيان له بأن النظام وميليشياته يرتكب منذ 7 سنوات جرائم عدة بحق الشعب السوري والمطالب بحريته، والتي تعتبر من أبسط مبادئ الأمم المتحدة والحقوق التي تدافع عنها. وعلى الأمم المتحدة أن تحول بين المدن الآهلة بالسكان العزل وبين النظام وإيران وروسيا. استشهد 9 مدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب محل بيع محروقات أمام المسجد الكبير في مدينة الباب بريف حلب الشرقية. ومن بين الشهداء 3 أطفال وامرأة، بعضهم نازح إلى المدينة من مناطق أخرى، فيما حول بعض الجرحى إلى المشافي التركية لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابتهم. يعمل الستيني المعروف بلقب أبو كرمو في مهنة صناعة السكاكين وحفارات الباذنجان والمناجل اليدوية في ورشته الصغيرة، حيث يعتبر المصدر الوحيد له في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ولا يزال يتمسك بمهنة آبائه وأجداده رغم صعوبة العمل بهذه المهنة بالنسبة لعمره ومشاقها أيضا ومصاعبها في ظل الحصار المفروض والشح بالمعدات اللازمة لهذه المهنة. أنا اسمي أبو كرمو، بشتغل حداد عربي. هاي المصلحة ورثتها عن أبوي المرحوم، أبوي الله يرحمه، وضلينا حافظنا عليه. هلا صار لنا 40 سنة بشتغل فيها. ضلينا بشتغل فيها. هلا بدون الحصار يعني اشتغلنا مناجل، مناكيش، محافير، سكاكين، قزمات، يعني كل شيء الموجود عم يشتغل فيها. وهذا يعني كل من ورده لوين؟ لريف حمص الشمالي ولريف حماة الجنوبي، الوحيدين يعني منجيب الأغراض كلها منين؟ مكسر رواصيل تبع سحابات خردة، هاي المضروبة بالقصف، هيك بنشتريها
وبيجي نصنع فيها سكاكين ومحافير. ان المناجل عم يشتريها كلها بولاد، هي عندنا قديم يعني موجود، هذا صار له شيء 5-6 سنين موجودين عندنا عم يشتغل فيهم. بس عندنا ازمه الفحم، الفحم هلا ما في، كنا نجيب اول فحم من مصفاية حمص، وهلا ما في مصفاي ولا في شيء، ما في لا بيقطع عندنا فحم ولا بيقطع شيء. هل كان الفحم الموجود اللي كان بضمن المداجل القديمه عم نلمها عم يشتريها عم نظبط وضعنا فيها وماشي حال يعني. وهالمصلحة ضلينا فيها إن شاء الله عم نقول نحن بدنا نورث هالمصلحة لأولاد أولادنا، وكونه هالمصلحة قديمة يعني وتابعنا بهالمصلحة يعني، والحمد لله رب العالمين عم يشتغل وضعنا ماشي حاله. بس يعني شايف شلون صاير معنا، أكثر من هيك ما بيطلع. بس المصابات مشكلة، ما عم يجينا خشب من برا، الخشب ما في خشب نخرط، وسوارات ما في، واللي بدخلني هالحاجز بده مصاري وبده كذا، ما في يعني. النصاب عم يكلفنا 50 ليرة بس لحاله، اللي بده يجيب لك نصابات، الحاجز بده 1000 ليرة، هذا بده 500، هذاك بده 3000، أجار سربيس 3-4000، يعني ما عاد وفي معنا المصلحة طاول. وعم نقول يلا ماشي على ماشي أمورنا بهالمصلحة، الحمد لله رب العالمين ماشي حال. نهاية النشرة، وفي الختام نلفت عنايتكم أيها السادة المشاهدون إلى أن قناة حلب اليوم ستفرد حديثها في برنامج ثنايا الخبر الذي سيأتيكم عند الساعة 6 بتوقيت دمشق، حول الموقف الدولي من استهداف مدينة دوما بالغازات السامة، وهل أصبح التدخل الدولي لازما لوقف مجازر النظام وميليشياته في سوريا. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب todaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه. بأمان الله.